والسادسة في تاريخه للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، كما أنه يصارع للاحتفاظ بلقب الدوري على بعد نقطة واحدة من فريق الجيش الملكي، ويسعى كذلك ونظيرة المنتمية الأقسام السفلى والهواة الدودي. هي مباراة فاصلة وحاسمة، مباراة الكأس. اللاعب الكونغولي هشام بوسوفيان داخل منطقة الجزاء وإبعاد انطلاقة لأيوب عبلود على المستوى الجهة اليمنى. أيوب العبلود هناك كذلك اشتط الكرة لكريستيان نصوندي، تسديدة فرصة ممتازة. الكونغولي كريستيان نصوندي يسدد بقوة وتدخل الحارس يوسف موطي. أول فرصة، أول تهديد بالنسبة لفريق المحاولة لعبة الكرة الأرضية. فرصة دائما عبد الله فرح شو يعمل، كيلعب الكرة في الدورة 23-1-0 فيما جولة المنشودة. تالي نتائج دائما كتبقى نتائج مهمة بالنسبة للكرة المغربية. دائما الحسوني جلد الدولي كعبة كرة، فرصة 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 بالرأس أمام ثلاثة ديال اللاعبين ديال فريق الوداد. دائما بنفس المكان من الجهة اليمنى ترفعت الكرة الرأسية مشات طويلة، وخروج لاعبين الفريق الوداد فهذا الحماس. فالحسني الجديدي ترفعت الكره داخل منطقه الجزاء، الدرعي بالراس تدخل وابعاد الكره دائما الخطوره. عبد الله فرح ترفع الكره داخل منطقه الجزاء وابعاد الكره بطرف العبيدي حي جبران والحكم وائد السعودي تأول محاوله. وائد دافي ترفع الكره تدخل جبهه الكره الثابته، لعبت الكره داخل منطقه الجزاء المحترمه الراسيه، تدخل الحكم كيبلع خطا بالفعل، خطا لفائده فريق الوداد. لعبت الكره من اسامه سكعيب المفتول، حمزه الدرعي فرصه خطيره فرصه عبد الله فرح. عبد الله فرح لم يتمكن من تسديد المرمى بعد تدخل ممتاز لحميد حداد. دايما حط الكره حميد حداد الزاويه، لعبت الكره في القائم الثاني الراسيه فرصه الهدف هدف هدف اول لفائدة فريق الوداد. امين فرحان يزرع الفرحة في صفوف وفي جماهير عند جماهير فريق الوداد. لاحظوا الفرحة الكبيرة لجماهير فريق الوداد، تلعبات بشكل ممتاز رأسية وامين فرحان في المكان المناسب. سفين فان دين بروك بدأ يدون اولى اهداف هذا. خلينا نتابعوا اعتقد من الدقائق المتبقية غتكون مفتوحة. ايوب العبلوي هشام بوسوفيان مراوغة امكانية تقنية بوسوفيان فرصة ممتازة من هشام بوسوفيان، تسديدة قوية مرت يعني بسنتيمترات على مرمى الحارس احمد. هذه فرصة لفريق تبع الحسن الجديدي، عبد الله فرح تسديدة تدخل ايوب العبلود، محاولة شكلت خطورة في الوقت للحكم. كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، خروج حارس يوسف موطع فرصة فرصة الهدف تضيع لفريق الدفاع الحسني الجديدي. كان خروج للحارس يوسف المطيع جهة اليسرى، تبدل المحاولة لفائدة فريق الوداد، تسديدة فرصة وفرصة الهدف. كان يطلب الكرة مؤيد اللافي وحميد حداد أمام المرمى للبحث عن تسديد. وعطته الآن تجربة، وعطته خبرة. موكوكو 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 خاطئة والحكم كيمنح الخطأ، كيمنح خطأ. التمريرة عند لاعب عبد الرحيم بركين، فرصة فرصة حمزة الدرعي، حمزة الدرعي وتدخل يوسف المطيع. كنقول بأن الحارس يوسف المطيع كان ذكي لأنه مرة أخرى حميد أحداش هذه من كاميرا داخل منطقة الجزاء، ولكن هنا في الجهة اليمنى عبد الرحيم بركين تدخل. والقراءة في هذه الجولة الثانية، لعبات الكرة داخل منطقة الجزاء المحتار الرأسية فرصة، المطالبة بلمسة يد والمطالبة بضرب الجزاء. الحكم كيطلب مواصلة اللقاء. كرة هشام تبزماني إذا كيطلب مواصلة اللقاء. تابعت الكرة دائرية، خروج حارس يوسف موطيع، محاولة خطيرة البحث عن تسديد، تسديدة ولكن بعيدة. الطيب بوخريس تسديدة أرضية ولكن بعيدة لبعيد الفريق الوداد. مؤيد اللافي مؤيد اللافي، تدخل ديال عبد الرحيم البرقين والحكم يمنع خطأ لفائدة فريق الوداد، لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدي. تدخل وخطأ قد يكون للدار. إذا الإنذار ليحيى جبران. عبد الرحيم بركين لعبت الكرة داخل منطقة الجزاء فرصة رأسية لكن مشات فوق المرمى، كانت بواسطة إضافة لقبين بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا. هذه فرصة تدخل الحارس ممتاز يوسف موطيع اللي تمكن من قطع الكرة في المكان المناسب في الوقت. الحكم كان الخطأ، خطأ على مشارف مستطيل العمليات. ضغط الآن من فريق الدفاع الحسني الجديدي. التبعد المحاولة عبد الله فرح، عبد الله فرح لعبت الكرة كتلمس
ثلاثة كرة دائرية رأس عبد الله فرح، فرصة فرصة والهدف، هدف التعادل لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديدين بواسطة حمزة الدرعي. حمزة الدرعي كيتمكن من وضع الكرة في الشباك، هدف التعادل كذلك جاء بالكرة الثابتة ومن الزاوية. حمزة الدرعي يستغل، يمكن نقول بأنه كان هناك انسباك على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد، وحمزة الدرعي في الوقت اللي عبد الرحيم ابرقيل كوكو كان يلعب الكره، حميد حداد فرصه الهدف، فرصه الهدف تمريره ولكن ما كانش بشكل جيد، دائما فرصه تسديده ولكن بعيده. محاوله كان بامكان فريق الوداد ان يستغل على نحو جيد، حميد حداد كان خطا، يمكن نقول بانه خطا فادح للمدافع بوكوكو اللي تكمل مسانده، تمكن بوسفيان من المراوغه والكره، فرصه فرصه لهدف فريق الوداد، رفعت كره فرصه الهدف دائما خطوره. امين فرحان المراوغه ثم العرضيه، هشام بوسفيان الحكم بخمسه ديال الاهداف بجيت كتكون موجه في هذه فرصه 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 فرصه، خطا على مستوى الدفاع وتدخل بعد كره الحكم كاين ضربه جزاء، الحكم يعلن عن ضربه جزاء، كان خطا على مستوى الدفاع ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي، تدخل امام مؤيد اللافي يستعيد للتنفيذ ايمن الحسوني، الحسوني والهدف الثاني لفائدة فريق الوداد الرياضي البيضاوي من نقطة الجزاء، أحمد مروان بيساك في الجهة اليمنى والكرة في الجهة اليسرى، فرحة كبيرة للاعبي وكذلك الطاقم التقني والجماهير فريق الوداد اللي كياخذ التقدم مرة أخرى في هذا اللقاء على بعد تقريبا 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمواجهة. أمامنا لاعب أيمن الحسوني الذي من تبادل المحاولة في فريق الدفاع الحسني الجديدي من الجهة اليسرى، تدخل تبادل المحاولة، رفعت الكرة مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، خروج حارس كان المطالبة بالخروج، سوء تفاهم لحسن الحظ التدخل، خطأ لفائدة فريق الوداد وإنذار لعبد الرحيم.